اهلا بيكم من قدام عصفورة سقارة. للوهلة الاولى تبان لك العصفورة دي مجرد عصفورة بسيطة من الخشب، بس اوعى يغرك البساطة والبراءة اللي هي فيها دي. العصفورة دي مصنوعة من خشب الجميز، واكتشفها العلماء سنة 1898 في مقبرة واحد اسمه با دي امون في منطقة سقارة، ترجع لحوالي سنة 200 قبل الميلاد، يعني تقريبا اثناء الحكم اليوناني البطلمي لمصر. لما تركز على وش العصفورة هتحس انها مش شكل عصفورة عادية، هتحس ان رسمة العينين والحواجب دي رسمة وش الصقر حورس. اختلف العلماء على سبب صنع العصفورة ديت، في ناس منهم قالت انها ممكن تكون مجرد مؤشر لاتجاه الرياح، وفي ناس قالت انها ممكن تكون بتستخدم زي البومرانج اللي بيصطادوا بيها الحيوانات، وفي اللي قال انها مجرد لعبة لطفل غني ومتريش علشان الدقة والمهارة اللي مصنوع بيها العصفورة دي. لغاية هنا وكل حاجة تمام وعادي. لكن اللي مش عادي بقى ان سنة 1969 جه زيارة للمتحف المصري رواد فضاء. لا وخلي بالك دول ما كانوش اي رواد فضاء، دول اول رواد فضاء هبطوا على سطح القمر. وفي وسط جولتهم الرايقة يلتفت واحد منهم للعصفورة ديت ويطلب من المسؤولين في المتحف ان هو يفحصها عن قرب. وبعد ما اخدوا مقاساتها اللي كانت 14 سنتي طول و 18 سنتي عرض، قال واحد منهم انها لو تركب لها مراوح هتطير. أبعاد العصفورة دي يخليها فعلا ممكن تطير، بس مش ناقصها غير حاجة واحدة بس يا خسارة، الديل بتاعها. ايه ده، تعال نبص كده كويس، ده كان في مكان للديل بس هو مش موجود دلوقتي. عصفورة سقارة اللي سماها العلماء سقارة جلايدر أو طيارة سقارة الشرعية واحدة من ألغاز المتحف المصري. الظريف إن العلماء الأجانب سمعوا صوتها وعملوا منها الطيارة اللي انت شايفها قدامك دي. أما احنا بقى مصريين نعرف ايه عن العصفورة ديت؟ ولا هنفضل كتير كده حبسنا في قفص ازاز مهمل عليه اكوام من التراب؟ لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك على قناتي على اليوتيوب.